اسألوا الأسئلة المباشرة وإن شاء الله أنا أفيدكم بالمختصر المفيد. هل تمتلكون الإرادة السياسية على هذا الإصلاح والتغيير؟ المواطن في البصرة والمواطن في بغداد والمواطن في الموصل والمواطن في السليمانية يتطلعون إلى حياة حرة كريمة. نحظى برئيس جمهورية نشط يمتلك روحية شبابية. لن يكون مجديا ولن يكون مفيدا إلا بالتناغم والتنسيق والتعاون مع الأخ رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. تواجد الأمريكي في العراق، هذا الموضوع لا يتحمل مزايدات، هذا الموضوع يجب التعاطي معه بدقة على أساس المصلحة العراقية، السيادة العراقية، المتطلبات العراقية. إن مكتب الرئيس أكبر من صلاحياته، واجبي كحامل الدستور أن أنتصر إلى المضمون. دعني أسألك كرئيس للجمهورية وليس كقيادي بارز. كركوك موضوع حساس وبحاجة إلى معالجة جذرية وعاجلة. فقد الكرد نزعة الرفض والتمرد بعد أن لمسوا نعومة وترف السلطة. خلي أحكيها بقشر كما يقولون، قوة كردستان قوة لبغداد، وقوة بغداد قوة للإقليم.